نستهل كده جولتنا الإخبارية مع حضرتك والسادة المشاهدين بهذا الخبر، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، ورحب الرئيس بأخيه الرئيس محمود عباس مؤكدا استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد سيادته على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة خاصة في قطاع غزة. من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومؤكدا ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، ومن ثم حرصه على التشاور والتنسيق المتواصل مع السيد الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما سواء على المستوى الثنائي أو في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية والأطر المتعددة الأخرى، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية. الحقيقة يا دكتور حامد، لو بتتكلم عن القضية الفلسطينية فهي قضية وجود للمنطقة العربية كلها، وبالنسبة لمصر تحديدا هي يعني من ثوابت السياسة المصرية وبتضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها في أجندتها السياسية. بنشوف أن مصر دايما هي دولة أفعال لا أقوال في هذا الأمر. بنتكلم عن خطة تعمير قطاع غزة ورصد 500 مليون دولار، والشركات المصرية هناك بتشتغل على قدم وساق. دائما في أي موقف يتأجج بتتدخل مصر لوقف إطلاق النار والتهدئة، فدائما ما نتحدث عن أن مصر يعني شغلها الشاغل هو إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية. كيف ترى هذا اللقاء وهذه التصريحات أيضا؟ طبعا يعني هو لقاء مهم جدا، بيأتي في توقيت دقيق وحساس بتمر بالمنطقة العربية وبتمر بالقضية الفلسطينية على وجه التحديد، يعني خاصة وأن هذا اللقاء بيعقد قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في سبتمبر القادم، وأيضا قبل القمة العربية المقرر عقدها في نوفمبر في الجزائر. وبالتالي هو لقاء مهم جدا وله دلالات كثيرة على أن الدولة المصرية تسعى بكل قوتها إلى وجود حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية اتساقا واتفاقا مع مبادرة السلام العربية اللي تم إقرارها في العام 2002 في بيروت، وده بيؤكد على حرص القيادة السياسية المصرية على دفع العملية السياسية وإيجاد دور محوري ورئيسي لها لحل القضية الفلسطينية التي تعتبر هي قضية مصرية في الأساس. منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في العام 2014 كان هناك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، أي بعد تولي الرئيس السيسي بأقل من 3 أشهر، وكانت كلمة معبرة له أمام كافة القادة في العالم، وأكد على أنه لابد من إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. أيضا على مدار وجود الرئيس السيسي منذ العام 2014 كان هناك 3 اعتداءات على قطاع غزة، الأولى كانت في العام 2014 والثانية كانت في مايو 2021 والأخيرة منذ أيام قليلة، وكيف نجحت الدولة المصرية بشكل كبير وقاطع في أن تكون هي الطرف الرئيسي في وقف إطلاق النار. وشاهدنا كما حضرتك أشرت يا أستاذ هند لجزئية مهمة جدا، الدور المصري لم يكن فقط دورا سياسيا ولكن دورا أيضا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لأن احنا بنقول أن مصر الآن هي بتقوم بإعادة إعمار غزة في إطار دورها المحوري والرئيسي في العمل على تهيئة الأجواء وعودة الأمور مرة أخرى إلى طبيعتها في قطاع غزة. حتى المدن اللي بتبنى الآن داخل قطاع غزة يطلق عليها مدينة مصر، وده دلالة واضحة على عمق ومتانة العلاقات المصرية الفلسطينية بشكل كبير، ودعم الدولة المصرية لهذه القضية اللي لابد أن يكون لها حلا شاملا وعادلا، لأنه لولا
أن يكون هناك حلا عادلا ما يوجد استقرار في العالم في ظل الأزمات اللي احنا شايفينها واللي العالم لا يحتمل وجود أزمات أخرى. دي حقيقة فعلا، وأتمنى إن شاء الله يعني إقامة حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وهي قضية العرب أجمع. يعني خلينا ننتقل